طيب عباره عن ايه بقى المقادير بتاعتي؟ يلا بينا. هحتاج طلعت الورقه، عمال اقول يا رب ما تكونش ورقه اللي وقعت. طيب هحتاج ايه؟ بطاطس متحمره، فلفل الوان مكعبات، ذره حلوه، فاصوليا حمراء، فلفل هالبينو طبعا من وادي فود، فاصوليا حمراء برده من وادي فود، وذره حلوه برده من وادي فود. وهنعمل صوص. الصوص ده بقى عباره عن ايه؟ لبن، معلقه كبيره دقيق، 3 معالق جبنه كريمي بالشيدر، وكمان كوبايه جبنه شيدر مبشوره، ونص كوبايه جبنه موتزاريلا. تاني هنعمل ايه؟ هنعمل صوص من جبنه على طاسه البطاطس الحلوه دي. عباره عن ايه؟ لبن ومعلقه كبيره دقيق، 3 معالق كبيره جبنه كريمي بالشيدر، وكوبايه جبنه من الشيدر المبشوره، ونص كوبايه جبنه موتزاريلا، ممكن نستخدم حاجه واحده منهم. طيب هعمل ايه بقى؟ هروح اجيب هنا عندي الوك بتاعتي اهي. طيب هجيب هنا ايه؟ الدقيق الاول واللبن، حط على البارد قبل ما تسخن، ومعايا المعلقه بتاعتي او الويسكي بتاعي. يلا هحط هنا الدقيق واحط عليه لبن وهدوبه كده كله الاول، وبعدين ارفعه على النار. ده عشان اعمل صوص جبنه يا جماعه زي اللي بناكله بره وبنبقى مبهورين بيه، وعندنا الولاد بيحبوه جدا. صدقيني قعده البيت في العيد كرامه احسن من الخروج بالاولاد. انا بالنسبه لي عيد يعني قاعده في البيت، مفيش حاجه اسمها اخرج في العيد. طيب وبعدين تعالوا بقى نرفعه على النار، يلا بينا. طبعا ده مش زي النشا، لا ده اول ما هلاقيه بيبدا كده يغلي هكمل بقيه مقاديري. ده مش نشا هيستوي معايا ويبقى عجينه شفافه. طيب لحد ما عندي هنا اللبن، طبعا ايدي فيه علشان ما يكلكعش مني. اللبن بالدقيق يستوي معايا، طبعا ممكن احط زبده واحط فيها الدقيق واقلب كويس جدا وبعدين احط اللبن، بس انا ايه بعمل كده اسرع واحسن، وكمان علشان انا احط جبن والجبن فيها دهون فكفايه قوي. طيب تعالوا بقى نعمل لنا كام ساندوتش كده على كيفنا من ايه؟ الشاورما. زي ما قلت لكم في ناس عشقها عشقها الاول والاخير العيش السوري اهو. تعالوا نرفع دي من على النار علشان هروح اجيب ايه؟ استنى، تعالوا نرفع دي من على النار علشان هروح اجيب حاجه هسوي عليها العيش الصاج بتاعي. طاسه ماشي اهي تسخن معايا، هنا عشان ايه الدقيق ما يكلكعش. عندي هنا بقى عيش الصاج، هنجيب لانشا كمان. هبدا بقى، بصوا بجيب العيش الصاج اقسمه اهو نص دايره، بس مش هجيب الاثنين على بعض اهي. وبعدين نحط بقى ايه شويه بطاطس حلوين، وناخد من الشاورما الخطيرة بتاعتي وحط كده، وكمان احط خيار مخلل، رشة بقدونس، واقفل. ويكون عندي الطاسة جاهزة. طبعا انا متوصية عاملة حاجة كبيرة، انت ممكن تقللي الكمية. عندي هنا الطاسة تكون سخنة، احط فيها شوية زيت خلاص، وعندي هنا اللبن بالدقيق. بصوا بصوا لازم اقلب عشان بصوا كان هيبدأ يكلكع
اهو اول ما يغلي عندي ايزي فيها، ابدا بقى احط كل الجبن اللي انا قلت عليها اللي هي ايه الجبنه كريمي اللي بتدينا قوام حكايه 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 بديل كريمه الطهي اهي. وكمان هروح حاطه ايه بقى الجبن عندي هنا جبنه شيدر، لازم لازم الخليط عندي هنا يكون سخن، مهم جدا اوعوا تحطوا الجبن من اولها هتفك معاكم اهو. واقلب عندي هنا الزيت سخن، يلا ننزل بالعيش الصاج بتاعي اهو ونعمل واحد كمان. بصي بجد انتي كده هترضي كل الاذواق. ايه دي البطاطس، شويه بطاطس شاورما يعني، شويه بطاطس حلوين كده، وبعدين نحط الشاورما بتاعتنا. وانا متوصيه دي هتعمل معاكي حفله. وخيار مخلل، رشه بقدونس، ونقفل الليله دي كلها اهي ونضمها على بعضها كده وننزل هنا. بنزل على القفله هنا بقى اقلب علشان الجبن. بصوا بصوا بدات ازاي تديني خليط مطاطي لما عندي اللبن كان سخن. بصوا الخليط مطاطي ازاي، لكن لو حطيناها واللبن لسه بارد مش هتدينا كده خالص وهتطلع الدهون اللي فيها. تمام. طيب هرصص بقى عندي الاول هنا ده، اقلبه كده. لا دي لسه ما قفلتش، هسيبها بحمصه وبديله لون حلو قوي. واقلب هنا، الله. ممكن نديلها رشه بابريكا لو عايزين. نجيب بقى عندي هنا البطاطس اللي متحمره، نحطها ونحط عليها بقى ايه الذره من وادي فود، ونحط عليها كمان الفاصوليا الحمراء وشويه الفلفل الالوان، وكام خيارايه، ورشه بقدونس. وبصي بقى هنعمل ايه دلوقتي، شايفه الخليط ده؟ بصي عامل ازاي، هننزل بيه بقى سايح نايح كده على شويه البطاطس بالاضافات اللي احنا عاملينها. الله. عايزه تعمليها بقى في سندوتشات، بصوا بصوا خليط الجبن عامل ازاي. عايزه تعمليها في سندوتشات هتعمليها، ونحط بقى شويه فلفل كده على الوش، فلفل هالبينو بقى اهو. الله الله الله. عايزه اقول لك دي لوحدها ممكن تتعمل سندوتشات هي كمان. عايزه اروح ابص على العيش الصاج، هي رشه بقدونس بس كده، هتعجبكم جدا. تعالوا نشوف هنا العيش الصاج بتاعي اخد لون حلو قوي اهو من كل الجوانب، كمان هنفتحه. خلصت انا عندي هنا طاسه الجبن بالبطاطس، حكايه حكايه. بصوا بقى حبه منها هتاخدوا كل حاجه وانتوا طالعين، بطاطس مع ذره مع فاصوليا مع الفلفل، هتعجبكم قوي قوي قوي. تعالوا نقدمها هنا، وكمان تعالوا نعمل بقى شويه سندوتشات زي ما تعالي سيد لو سمحت، زي ما اتفقنا من الشاورما. يلا بجد فوقنا فجأة
طيب تعالوا بقى نعمل ايه شوية دول كمان اهو، نحطه بقى اللي بيحب العيش البلدي سوري الفينو اهو، وكمان عليها رشة بقدونس، ونجيب البلانشة بتاعتنا علشان نقدم عليها اهو، واللي بيحب الكايزر نعمل له كايزر. بصي هترضي الكل. طبعا زي ما قلت لكم حاضر اهو، وتعالوا نشوف الحلو بتاعنا ده، الله لونه خطير. تعالوا كمان نفتحه، عايزه اقول لكم بيطلع تحفه. انا بالنسبه لي شاورما يعني في عيش سوق. بصوا بقى بصوا مليان ازاي، خطير. تعالوا نعمل واحد تاني واقول لكم بقى. يا رب تكون سفره العيد النهارده عجبتكم، وصفات بقى يعني وحشانا كلنا، عايزين بقى نعمل حاجات خفافي خفافي كده، سندوتشات كفايه بقى، طواجن داخله وطواجن خارجه وبشاميلات وحركات. تعالوا بقى نخفف على بعض الدنيا شويه ونعمل حاجات ما توقفناش في المطبخ كتير، ده غير ان الجو بقى حر كمان، ده غير ان احنا عايزين نعمل خروجه في البيت، يعني كاننا خرجنا بس ايه جوه البيت. تعالي على نفسك، هي زي ما بقول لك ساعه كده وقفيها معايا او بعديه واعملي الوصفات الحلوه دي. بس كده خلصنا، عملنا النهارده شاورما، عملنا شاورما فتت شاورما بال زي الشاورما السوري، بس انا حطيت لها شاورما سوري ما بيتحط لهاش ايه، بتحط لهاش طماطم وبيتحط لهاش بصل، بس انا بحب احط لها جدا. وكمان عملنا منها بقى فته، وعملنا التوميه الخطيره البيتي التحفه، وعملنا كمان سندوتشات شاورما نرضي بيها كل الاذواق، وعملنا طاسه جبن بقى من الاخر مغذيه جدا جدا جدا. كل ده كان بمنتجات وادي فود اللي نورتني وشرفتني طوال شهر رمضان، بشكرهم جدا 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 على ثقتهم فيا بجد، يعني من اجمل واحلى الماركات والمنتجات اللي بيبقى فيه شرف كده واحنا شغالين معاها. شكرا ليكم، واشوفكم بكره على خير ان شاء الله في حلقه جديده لذيذه من حلقات عيد الفطر المبارك. كل سنه وكلنا طيبين، يا رب يعود علينا كلنا الايام بخير. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله من واحده لاثنين في نفس ميعادنا. بحبكم جدا جدا جدا، وعيد فطر مبارك علينا كلنا. باي باي.